والابن والروح القدس إله واحد امين. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ايه في وقتها. الحقيقه النهارده ربنا بعت لنا ايه جميله ان احنا نتامل فيها. تركوني انا ينبوع الماء الحي ونقر لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. الايه دي موجوده في سفر ارميه اصحاح 2 تركوني انا ينبوع الماء الحي. في الحقيقه ربنا بيعاتب اسمه عتاب المحبه بيعاتب كل واحد فينا بعد عنه بعد عن مصدر الارتواء بعد عن ينبوع الماء الحي بعد عن المسيح بيقول له حد يسيب ينبوع الميه الحلو وتروح تنقر تنقر يعني يحفر في الصخر بير ويطلع في الاخر البير ده متشقق فلا يضبط ماء انتوا عارفين يعني ايه الحكايه دي عارفين الطفل الصغير كده لما بيبقى قاعد ماسك الشوكه والجردل على البحر فيقعد يجيب الشوكه ويقعد يحفر بيها ويعمل حفره جميله قوي يروح جري على البحر جايب الجردل ماليه ميه ويحط في الحفره يتبسط قوي ان الحفره بتاعته ملاها ميه مفيش كام ثانيه يلاقي ان الحفره جرالها ايه فضيت فيروح تاني جري على البحر يجيب الجردل ويملى احنا حياتنا بتبقى عامله زي كده بنقعد نعمل لنفسنا حفره ونقعد نشغل فيها نفسنا بس للاسف الحفره ما بيقعدش فيها ميه انا سايب ينبوع الماء الحي وعامل لنفسي حفره كبيره شوفوا كده كل واحد يعمل لنفسه حفره يقعد ينشغل بيها ويجري يجيب الميه ويحط الميه الواحد مثلا في شبابه كده تلاقي طول النهار الدراسه والمذاكره فمشغول قوي بالقصه دي بعد كده يكبر شوية يخش في الشغل ودوامة الشغل يخش في الأسرة والولاد والعيال ومتطلبات البيت وبعد كده يكبر يعمل مشروع ويعمل هو وهكذا كل شوية الشيطان يخترع لك حفرة تقعد تتعب فيها نفسك وتسيب ينبوع الماء الحي تعرفين لو جينا قارنا ما بين البير اللي الإنسان بيحفره لنفسه وبين ينبوع الماء الحي نلاقي إيه مقارنة عجيبة جداً ينبوع الماء الحي ما ما بيطلعش الا ميه جميله، ميه عذبه، ميه حلوه، لكن ساعات كتير قوي لو نسمع يعني في الاراضي يقول لك حفرنا بير وبعد ما حفرنا طلعت الميه مالحه جدا، لا ينفع حد يشرب منها ولا ينفع ان هي تروي زرع ولا ينفع نعمل بيها اي حاجه، للاسف البير طلع مالوش لازمه. طب وهنشرب منين؟ يقول لك لا مش هينفع نشرب من البير ده، ده عايز بقى تحليه مياه وقصص كبيره جدا. طيب ما عندك ميه حلوه ينبوع ميه حلو انت سايبه ليه كمان الينبوع هتطلع الميه وانت واقف لكن البير ده هتعمل فيه ايه البير ده انت لازم توطي وتتعب نفسك علشان تاخد منه الميه هكذا الخطيه ربنا بيديلك كرامه في العيشه معاه ربنا بيديلك حياه بيديلك عشره بيديلك ان انت تكون ابنه بس انت تقول لا انا لازم انحني للخطيه واذل نفسي للخطيه كمان البير هنلاقي ان في ثلاث مشاكل يقابلونا اول حاجه البير محتاج وقت كبير جدا يضيع وقت الانسان وفي الاخر هيلاقي نفسه معملش حاجه ياخد منه مجهود كبير جدا ان هو يقعد يحفر وزي ما بيقول كده الكتاب لينقروا لانفسهم ابارا مشققه كانها في الصخر واحد بيحفر في الصخر مش هيلاقي فايده كمان الحاجة التالتة فيها تكلفة فيها تكلفة زي يونان كده لما راح علشان يهرب من ربنا دفع فلوس علشان يركب السفينة اللي فيها تكلفة مع ان ربنا كان موديه حتة يروح فيها يخدم اسم ربنا لكن ساعات كمان اكلف نفسي على الفاضي السمرية تخيلت ان هي ممكن تشبع بعيد عن حضن المسيح ممكن تشبع في العلاقات الغلط في الامور الشهوانية لكن لقيت نفسها ما بتشبعش بالرغم من تعدد الخطية مرات ومرات ساعات كتير ربنا بيقولك انا بعاتبك عتاب المحب انا بحبك قوي انت سايبني ليه انت بعيد عني ليه كمان برودة الحب برودة الحب هو ايه إن ربنا بيقول لك عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أنت فين؟ فين أيام ما كنت بتصلي من قلبك؟ فين أيام ما كنت بتخدم من قلبك؟ فين لما كنت بتتكلم عني بحب؟ فين لما كنت بتحضر قداس وأنت فرحان؟ أنت بقيت مش فرحان ليه؟ أنت بعيد عني قوي ليه؟ في الحقيقة في مزمور مية يقول كده آية جميلة أوي، أعبدوا الرب بفرح يعني لما تيجي تصلي لربنا ولما تيجي تعبد لربنا خلي بالك ان انت تعبد ربنا بفرح، مش ان انت بتصلي روتين، مش بتقول كلمتين وخلاص، مش بتفتح الاجبية او بتقول ابانا الذي وانت نايم، لا وانت بتصلي اقف صلي لربنا بفرح، ليه تبعد عن ينبوع الماء الحي اللي هيديلك شبع، اللي هيديلك اطمئنان، اللي هيديلك حياه. كمان ربنا عايز كل واحد فينا يطرق بئر يعقوب ويذهب الى بئر الجلجسه حيث جنب المسيح المفتوح اللي بيطلع منه ميه علشان تشبع العالم كله وتشبع كل انسان محتاج ربنا مازال بيقول لنا انا بحبك جدا وانا ينبوع الماء الحي المجاني المريح اللي بيقدم لك كل الحب مازال ربنا بيقول لك انا مصدر الشبع حد يسيب الشبع حد يسيب السند حد يسيب القوة، حد يسيب الخير، حد يسيب محبة ربنا ويروح للخطية في شهوات أرضية، افتكر عتاب المحبة وبرودة الحب، افتكر إن ربنا فاتح حضنه على الصليب بيقولك أنا ينبوع الماء الحي، أنا جنبي اللي اتفتح نزل دم وماء لكيما يشبع كل البشرية، لكيما ينقي كل البشرية ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.